هنعمل بقى العصير، ولسه هخش لكم دلوقتي في الاطباق بتاعتنا. هنعمل قمر الدين، عصير قمر الدين بيبقى حلو جدا جدا جدا، ومشروب رمضاني بامتياز. هعمله لكم بطريقه مبسطه، ما عنديش القمر الدين الجاهز، فانا عايزه اعمله بقمر مشمش ناشف، او مشمش اللي هو المجفف اللي هو الناشف. طيب هحتاج مشمش يكون مجفف اهو بالشكل ده، بيبقى المشمش بتاعنا العادي جدا ما فيهوش اي حاجه. هاخده وهنقعه في ميه مغليه مده ساعتين، كل ما طالت المده عندي كل ما قمر الدين بقى معايا احلى واحلى واحلى. يبقى انا واخداه نقعاه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، عصير برتقان مكعبات ثلج. البرتقان نعصره ونصفيه كويس جدا، ما يبقاش فيه اي حاجه، عسل او سكر براحتكم، التحليه في ايديكم. انا بحب احلي بصراحه بالحاجه الطبيعيه، فهاخد العسل الابيض وهحط فيه شويه ميه زهر عشان تديني الطعم الرائع بصراحه. باخد مكعبات ثلج ليه؟ لاني انا اوريدي حطاه في ميه سخنه مغليه من ساعتين، فهي الميه بتاعتي دافيه، مش هتلحق خالص انها تبقى بردت معايا. واحنا يعني الدنيا حر والواحد صايم والدنيا صيام، فلازم نعملها بايه. طيب حطيت ميه الزهر، حطيت مكعبات الثلج، حطيت كمان عندي هنا، هاخد المنديل ده، هاخد العسل اهو، مش هاخد السكر، العسل انتوا بتتحكموا في نسبة العسل عندكم. وهطحن بايه؟ مش بمية، هطحن بعصير البرتقال. هنغرق الدنيا، بسم الله. ايوة طيب زي ما انتوا شايفين احنا طحنا قمر الدين بتاعنا. خلينا نيجي هنا عشان نقدمه بطريقه تجي وتليق فيكم. طبعا بسم الله، خليني اعمل كده ونزود كوبايه تانية لقمر الدين عشان نصبها هنا. خلوني اشوف فاضل قد ايه، نزود شويه كمان بس كده، ويبقى عندنا قمر الدين بتاعنا جاهز.